كما أعربت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية عن قلق بلادها لفرار نحو 800 من أفراد عائلات تنظيم داعش الإرهابي من مخيم للنازحين في سوريا، داعية أنقرة إلى إنهاء تدخلها العسكري في سوريا بأسرع ما يمكن. حذرت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية من حدوث أزمة إنسانية خطيرة إثر عمليات النزوح الكبيرة في المناطق التي تنفذ فيها تركيا عدوانها على شمال شرق سوريا.